برحب بيكم باشمهندسين في المحاضرة الثانية. يمكن احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن مقدمة عامة عن الكورس وايه المواضيع اللي احنا هنغطيها فيه، ويمكن أول مشروع أول موضوع هنحب نغطيه هو حقيقة مهم مش بس للمهندسين المدنيين ولكن مهم لأغلب المهندسين أو للناس كلها بشكل عام في حياتهم، وهو إدارة المشاريع سواء كانت المشاريع الهندسية أو المشاريع العادية بشكل عام أو مشاريع الإدارة بشكل عام للمشاريع. من خلال المحاضرة دي احنا هنتكلم عن تعريف البروجكت مانجمنت أو وات از بروجكت مانجمنت، إدارة المشروعات، بعدين هنتكلم عن إزاي نقدر ندير المشروع أو كيفية إدارة المشروع عن طريق البروجكت مانجر أو مدير المشروع وإيه هو دوره وإيه هي مسؤولياته، وبعد كده هنتكلم عن ازاي نقدر نخطط لمشروع او نبتدي نرتب ليه، ويعني ايه بعض العناصر المهمة في تخطيط هذا المشروع وايه معناهم. بعدين هنتكلم على اركان مهمة جدا في المشاريع بشكل عام او في ادارة المشاريع، زي مثلا ادارة المخاطر او الريسك مانجمنت وبروجكت مونيتورنج اند كنترولز، اللي من خلالها هنعرف المشروع ده متأخر او مش متأخر، هل المشروع ده فوق الميزانية اللي محطوطة ليه ولا تحتيها، واللي هي بتبقى عبارة عن التحكم ومتابعة المشروع أو Project Monitoring and Controls. قبل ما أبدأ بس لازم حضراتكم تفهموا إن أنتوا إن شاء الله سواء كان تخصصك مدني، معماري، ميكانيكا، كهرباء، أيا كان هو إيه، إنه حضرتك هتضطر إن أنت تتعامل مع عناصر كتير في الشغل سواء داخل شركتك او بره شركتك، وان شاء الله لما تبتدي ترتقي في حياتك المهنيه فحضرتك هتصطدم ان انت في وقت من الاوقات مطالب انك تدير المشاريع ومطالب انك تدير يعني يمكن كذا مشروع في نفس الوقت تحت ايدك، فيجب ان حضرتك تبقى فاهم كويس قوي اسس اداره المشروعات، لانه ده موضوع يعني جزء منه طبعا هيكون بالخبره ولكن جزء تاني مهم منه هيكون من الجامعة، أو جزء مهم جدا هيكون من دراستك، لأنه حضرتك يعني ممكن تصطدم إن أنت تبقى عايز تعمل حسبة صغيرة جدا تحسب بيها جدول زمني أو تعمل بيها جدول زمني. ده يعني طبعا الخبرة هتعلمك حاجة زي كده، ولكن يبقى ظريف إن أنت يبقى عندك حاجة أساسية أو حاجة يعني من الأساسيات بتعضد الخدمة دي، بتعضد الخبرة دي، أو يعني بتخلي الخبرة دي فعلا حقيقية أو كويسة. فاللي أنا عايز أقوله إنه حضراتكم ده هيكون مفيد ليكم بشكل أو بآخر لما حضرتك إن شاء الله تتخرج وتبتدي حياتك المهنية، ويبقى ظريف إنك تبقى فاهم شوية المفاهيم دي لأنها بتأثر في الأول وفي الآخر على يعني نجاحك كمهندس، أو يعني إن أنت تبقى مهندس شاطر، خلينا نتكلم ونقولها بالصورة دي. طيب في الأول لما نيجي نتكلم عن what is a project، فالبروجكت هو يعني دي تعريف طويل ولكن ده موجود في كل الحاجات أو في كل المراجع. إحنا عندنا تعريف المشروع بعيدا عن الشكل بتاع التعريف هنا، هو مجموعة أنشطة أو عملية بتحصل بيكون ليها تاريخ بدء وتاريخ نهاية، ودي هي أهم جزئية في تعريف المشروعات، إنها عملية ليها طريق ليها ومدة زمنية محددة، بداية ونهاية. ما ينفعش أجي أقول إنه المشروع نهايته مدته لا نهائية، ده ما يبقاش مشروع، وبيبقى عادة بيتم تنفيذه علشان يوصل لأهداف معينة، وبيبقى فيه مجموعة ضوابط. الضوابط دي بتشمل الوقت، الفلوس أو السعر، والجودة. وده مهم جدا برضو نبقى فاهمينه في تعريف إدارة المشروعات أو في تعريف المشروعات، إنه في حاجة اسمها المثلث الحديدي الأيرون ترانجل، وهو بيبقى عبارة عن مثلث ليه 3 رؤوس، لأنه يعني مثلث ليه 3 رؤوس، أولها بيبقى التايم، كوست، كواليتي، زمن، سعر وجودة، وفي النص بيبقى في حاجة اسمها السكوب. السكوب ده هنتكلم عنه بالتفصيل كمان شوية، ولكن هو اللي بيبقى الهدف من المشروع أو الشكل اللي مطلوب بتاع المشروع. فانا والله عندي مثلا مشروع مدرسه، فالمشروع المدرسه ده انا هبتدي اخطط ان انا انشئ مدرسه، ما ينفعش ان انا انشئ مدرسه وجنبها حمام سباحه، او مدرسه وجنبها ملعب كوره، الا لو موجود عندي طبعا في الوصف بتاع المدرسه، ولكن خلاص انا السكوب بتاعي الهدف من المشروع ده ان انا هبني مدرسه في الوقت الفلاني، المده الزمنيه بتاعتي 6 شهور،
وبالتكلفه مثلا 10 مليون جنيه، وفي معايير معينه، في معايير جوده معينه يجب الالتزام بيها في تنفيذ الحيطان، في تنفيذ الحوائط، في تسليم، في تنفيذ السلالم، في تنفيذ الفصول. ما ينفعش ان انا احيد عن هذه الضوابط. فعشان كده ده تعريف المشروع. تعريف المشروع is a process that has a definitive date او start and finish dates. We in order to achieve an objective conforming to specific requirements including constraints of time, cost, quality and resources. ففي constraints، constraints دي اللي هي الضوابط. لو انا غيرت حاجه منهم ده هيأثر على الباقيين، عشان كده بقى في مثلث عندي. لو حضرتك تغير الوقت، لو جيت ان انا قلت والله المشروع ده بدل ما ياخد مني 6 شهور هياخد مني 9 شهور، معنى كده ان انا زودت المده الزمنيه بتاعته 3 شهور، ده هيترجم لفلوس على طول. عشان كده كانوا الناس الحكم ايام زمان يقول لك انه الوقت عباره عن فلوس. لما تيجي حضرتك تغير تعبر عن الوقت ده هتلاقيه دايما يتعبر عنه بفلوس. فكده ان انا لما غيرت الوقت ده اثر على الفلوس او اثر على السعر. نفس الكلام هيبقى ليه تاثير على الجوده. مش معنى ان انا قصرت، ان انا طولت المده يبقى الجوده هتقل، لا بالعكس، ممكن الجوده ساعتها تزيد. فمعنى كده انه الوقت بيأثر على الفلوس بالسلب وبيأثر على الكواليتي بالإيجاب، أو بيأثر على الجودة بالإيجاب. نفس الكلام لو جيت شفت الفلوس، لو زودت الفلوس هتعمل ايه؟ هتحسن الجودة، هتزود الجودة وهتقلل المدة الزمنية، لأن ممكن أجيب معدات أكتر، ممكن أجيب عمال أكتر، ممكن أجيب ريسورسز أكتر أو عناصر للعمل أكتر في المشروع، فتخلص لي المشروع بجودة أحسن وبوقت أقل. فمعنى كده إن أنا الوقت، الفلوس بتأثر برضو على الوقت بالإيجاب وعلى الجودة بالإيجاب، ولكن صعب لأن دي من أصعب الحاجات إن أنا يبقى معايا فلوس كتير. نفس الكلام الكواليتي، لو جيت قللت الكواليتي فمعنى كده انه بتأثر على الوقت يعني بتقلل الوقت وبتقلل الفلوس. جيت زودت الجودة فمعنى كده انها وارد انها تزود لي الوقت وتزود لي الفلوس، بس مش شرط انها تزود لي الوقت، هو الأقوى انها تزود لي الفلوس. فلازم انا ابقى فاهم. اما بقى غيرت السكوب وده هي الكارثة، ممكن يغير لي كل حاجة. فعشان كده السكوب دايما حضرتك تفتكر ان انت عندك مثلث، المثلث ده ليه 3 رؤوس: تايم، كوست، كواليتي، وجوه السكوب. فالسكوب لو غيرته هيشقلب لي كل المثلث ده، هيغير لي الوقت، هيغير لي السعر، هيغير لي الجوده. فيجب ان انا ابقى واخد بالي جدا وانا بعرف السكوب بتاعي، وانا بعرف الهدف من هذا المشروع، ان احدد الاعمال البنود كويس جدا جدا فيه، وابقى فاهم كويس قوي ان انا المشروع ده هانشئ العناصر دي فقط، ما ينفعش ان انا احيد عنها، لانه لو حدت عنها يبقى انا كده بسرق المالك وباثر على كل الحاجات التانية، التايم والكوست والريسورسز والكل. طيب لما نيجي نتكلم عن يعني ايه اداره مشروع، فاداره مشروعات هي ان انا ابتدي اخد المشروع ده واديره، او ان انا ابتدي انفذه، واثناء ما انا بنفذه بشوف ازاي هديره او ازاي هيتم تنفيذه. واللي بيقوم بحاجه زي كده هو البروجكت مانجر، اللي هو ان شاء الله لما حضراتكم اللي هيمتهن مهنه الهندسه في بعد التخرج ان شاء الله هيكون ده يعني بنسبه كبيره نهايه السلم الوظيفي بتاعه، او يعني هيرتقي في المناصب لحد ما يوصل لحاجه زي كده. طيب لما تبقى مدير مشروعات حضرتك لازم تبقى فاهم انه انت بتتعامل مع تيم. فإذا حضرتك في مالك عند يعني احنا عندنا 3 انواع من عادة المشاريع الهندسية، يبقى عند حضرتك المالك، عند حضرتك الاستشاري، وعند حضرتك المقاول. المالك ده هو المسؤول عن المشروع او اسمه سبونسر في الحالة دي، الاونر، الديفلوبر، دول كلهم اسمهم مالك. لو حضرتك بروجكت مانجر عند المالك، وارد ان انت تبقى بتدير عدة مشاريع. حضرتك مالك عند مالك مثلا بتاع عقارات او بتاع يعني تنمية عمرانية، فهو ممكن يبقى عنده مثلا 5 6 كومباوند او مجمعات سكنيه، وحضرتك بتدير انشائهم او بتدير ال بيعهم او بتدير يعني ان هو خلاص متباعين وتم انشائهم، بتدير ادارتهم. فدي ده حضرتك عندك ناس كتير بتتعامل معاهم تحتيك، زي مثلا سواء انت بتعمل انشاء فساعتها هتبقى بتتعامل مع استشاري ومقاول، هيبقى عندك كمان بتتعامل مع جهات حكوميه بتاخد منها موافقات، يبقى عندك بتتعامل مع ناس ممكن يكونوا يعني متأثرين بإقامة هذا المشروع. فلازم حضرتك تفهم ان انت ك ك ك ك يعني مدير مشروعات
يجب ان انت تكون جيد جدا في التعامل مع الناس، وده اللي احنا هنشوفه كمان شويه عن الرولز بتاعه البروجكت مانجر او ايه الحاجات المطلوبه منه. بنفس الشكل لو حضرتك مالك يعني مدير مشروعات مع مقاول، احنا اتكلمنا ان انت مدير مشروعات مع مالك، فانت مدير مشروعات مع مالك مع مقاول، فانت بتبتدي تتعامل مع المقاولين الباطن او السب كونتراكتورز اللي عندك كذا حد تحتيك. ممكن تكون بتتعامل مع عمال، ممكن تكون بتتعامل مع مهندسين صغيرين في الموقع، ممكن تكون بتتعامل مع procurement department او اداره توريدات بتجيب لك معدات من حته تانية بره. فالتعامل معاك تيم كبير جدا، فريق عمل كبير جدا بالذات للمقاول. نفس الكلام بالنسبه للاستشاري، ان انت مصمم بتصمم الاعمال بتاعتك، فانت بتتعامل مع اقسام كتير جدا جدا. لو حضرتك مثلا مدير مشروعات بتاع تنفيذ في شبكات صرف صحي او شبكات ميه، فانت بتتعامل مع الميكانيكال، بتتعامل مع الكهرباء، بتتعامل مع المعماري، بتتعامل مع الطرق، بتتعامل مع كباري، بتتعامل مع اقسام كتير جدا. فيجب ان حضرتك تبقى فاهم ان اهم حاجه في البروجكت مانجمنت عشان تديرها بشكل ناجح او علشان تبتدي تدير مشروع بشكل ناجح هو التواصل مع الاخرين. ما ينفعش حضرتك تبقى عمال تتواصل مع كل هذه الناس وعندك poor communication skills. يعني ايه poor communication skills؟ يعني عندك غير قادر على التواصل معاهم بشكل ناجح او بشكل في نوع من انواع الافشنسي او يعني الجوده. فمن الاخر البروجكت مانجر هو بيعمل نوع من انواع التنظيم، بيعمل نوع من انواع الرياده، وبيعمل نوع من انواع تنفيذه وان هو بيخلص المشروع. ف the art of organizing, leading, reporting and completing a project through people. وده بيكون من خلال ناس. ما ينفعش ان انا ابقى بروجكت مانجر واقف لوحدي بعمل كل حاجه، لازم ابقى بروجكت مانجر وعندي تيم، عندي مجموعه من فريق العمل. طيب ايه مواصفات او ايه الاهم الحاجات اللي مطلوبه من البروجكت مانجر؟ اول حاجه انه بياخد على عاتقه مسؤوليه المشروع. اول واحد بيحاسب على تاخير المشروع او ان المشروع ناجح او المشروع متقدم عن وقته هو البروجكت مانجر، هو مدير المشروعات. فيجب ان انا ابقى فاهم ان مدير المشروعات بياخد الاونرشيب، بياخد الملكيه بتاعه المشروع، بيتملك المشروع. is proactive not react، انه بيكون reactive ده جاي من reaction او رد الفعل، اما الproactive يكون مقدام او بياخد هو الفيرست، بياخد هو الخطوه الاولى. فالproactive عكس reactive، يعني هو ما استناش لحد ما المشكله تحصل، لا ده هو ابتدى يتواصل مع الناس ويشوف لو في مشاكل وارد انها تحصل وبيحاول يشوف حل ليها من قبل ما انها تحصل. دي برضو من اهم المزايا بتاعت المدير الناجح. بعد كده ان انت بتعمل نوع من انواع التخطيط الجيد للمشروع والكافي قبل ما المشروع يبتدي. ان انا والله عندي مدة زمنية للمشروع 10 شهور، فانا هقول والله اول شهر ده هبتدي اتكلم مع فريق العمل كله واتاكد ان هم كلهم متفاهمين وان هم ما عندهمش مشاكل. الانشاء هيكون في 4 شهور من ال10 شهور، بعد الشهر ده هبتدي اتاكد انه المشروع ماشي بشكل كويس اول شهر، بعد تاني شهر هبتدي احط حل للمشاكل او طريقه يعني منتظمه لحل المشاكل، وبعدين بعد تالت شهر هشوف لو في اي تاخيرات، رابع شهر مثلا هبتدي اتكلم مع الناس لو حد عايز يمد المشروع شهر كمان، بعدين في الشهر السادس من المشروع هبتدي اعمل نوع من انواع الحل بقى للمشاكل اللي واقفه او اول شهر السابع وهكذا. يعني الفكره ان انا لازم ابتدي اخطط للمشروع بشكل جيد من البدايه، ما استناش لحد ما ابتدي المشروع وبعدين ابتدي ايه اخطط ليه. نقطه كمان انه لازم يبقى عنده نوع من انواع ان هو عنده صلاحيات، ومش بس الصلاحيات تقف عنده، لا هو بيدي صلاحيات للناس التانية علشان الموضوع يمشي. ودي برضو حاجة تانية هنتكلم فيها، انه لازم يبقى بيدي صلاحيات لناس تحتيه ويدي مهامه ينقلها لناس تحتيه علشان يوزع المهام على الناس، بحيث ان المشروع يكون مش هو بس اللي لوحده بيشتغل فيه، ولكن مجموعة الناس كلها تكون بتشتغل فيه، لانه ده هيقلل المجهود عليه وهيحسن من إدارة المشروع بشكل عام. لازم برضو يكون decisive أو يكون على قدرة عالية من اتخاذ القرارات. يجب إن أنا ما ينفعش إن أنا أروح لمدير مشروع أقول له أنا عايز تاخد قرار في المكان في الحاجة الفلانية، ويجي يقول لك طب والله اديني شوية، والله مش عارف، طب أنت رأيك إيه. يجب إنه ممكن ياخد آراء الناس اللي حواليه، ولكن يجب إن هو ياخد قرار اللي هيتم تنفيذه
لانه في الاول وفي الاخر المشروع مسؤوليته وهو اللي مسؤول عنه. يجب برضو انه يكون بياخد القرارات دي بناء على ارقام، ويكون على بناء على حقائق. ما ينفعش ان انا اجي اقول والله انا حاسس ان المشروع هيمشي في السكه الفلانيه، ما ينفعش حاسس، لازم ان يبقى عندي ارقام ويبقى عندي حاجات وبعدين اساسيات يعني اسس، واخد على اساس هذا القرار. ولازم برضو في الاخر يبقى فيه شويه حاجات صغيره، انه يبقى قدوه، ما ينفعش ان انا ابقى متاخر او اخد الموضوع تهريج او ان انا ابقى مستهتر، لانه ده هينقل صوره للناس اللي حواليا بنفس الطريقه. برضو بنفس الكلام يجب ان انا اكون بحاول احمس الناس واشجعهم واكون دبلوماسي معاهم، اتكلم بشكل كويس، ما ينفعش افتعل مشاكل وما ينفعش اعمل خناقات مع الناس كلها. ولازم برضو في الاخر ابقى عندي نوع من انواع حسن التقدير، او ان انا يبقى عندي good judgment skills، او نوع من انواع الحكم على الامور بشكل عقلاني او كده. طب لما نيجي نتكلم على التيم بشكل عام اللي موجود في المشروع، فاحنا في تسمية ليها، أو فريق العمل اللي في المشروع فليها تسمية في العلم إدارة المشروعات، هو اسمه ستيك هولدر. فستيك هولدر هي كلمة زي فريق العمل أو الناس كلها اللي جوه المشروع أو مستفيدين منه. فتعرفها إن هي مجموعة أشخاص أو شخص واحد ممكن يبقى عنده اهتمام، أو يعني أظهر اهتمام في النجاح بتاع المشروع، ان هو مستفيد من ان المشروع ينجح، سواء كان في مؤسسة او في البيئة بشكل عام اللي حواليه اللي في المشروع بيشتغل فيه. فاحنا عندنا مثلا السبونسر اللي احنا لسه ضاربين المثال، اللي هو الاونر، المالك بتاع المشروع ده، اسمه ستيك هولدر. عندنا المؤسسة اللي بتمول، لو في مؤسسة تمويلية مثلا زي بنك او جهة مانحة، فدي اسمها فاندنج بودي. في عندنا الكاستمر والاند يوزر، الاثنين نفس الحاجه، اللي هما في الاخر بيستفيدوا من المشروع، او العميل او الزبون بتاع المشروع ده برضو اسمه ستيك هولدر. عندنا برضو السبلايرز او الموردين، لو حد بيورد معدات، حد بيورد اجهزه، حد بيورد مواد خام، فده اسمه سبلاير وده اسمه ستيك هولدر. برضو عندنا الهيئات اللي بتاخد الموافقات منها، والهيئات مثلا البيئيه دي اسمها ستيك هولدر. عندنا كمان فريق الصيانة، وده مهم جدا جدا، لأن ثقافة الصيانة مش موجودة عند كتير من المهندسين، دول اسمهم برضو ستيك هولدرز. عندنا الناس اللي في المجتمع، أو الناس اللي حوالين المشروع بتاعي، أو الناس اللي حوالي اللي المسؤول اللي ليهم جزء من هذا المشروع، دول كلهم ستيك هولدرز. فأنا ما ينفعش إن أنا يبقى مثلا صاحب الأرض مثلا مديها لحد، والحد ده شركة تنمية عمرانية، وصاحب الارض ملوش، مش عارف ايه اللي بيحصل فيها. لا، يجب ان انا برضو اشركه معايا حتى لو هو من بعيد خالص. وفي الاخر عندنا يعني كل، عشان نفتكرها، كل الناس اللي مشتركين في هذا المشروع دول اسمهم ستيك هولدرز. فانا ممكن اجي في مثلا سؤال زي ده اسال حضرتك، اقول لك مثلا عندنا مشروع فلاني، واحد العناصر في هذا المشروع هو الكونتراكتور، هل ده ستيك هولدر ولا لا؟ فاه، هو ستيك هولدر، لانه المقاول يعتبر مشترك في المشروع، فهو ستيك هولدر. نفس الكلام الديزاين تيم، نفس الكلام البروجكت مانجر، نفس الكلام السبلايرز. فيجب ان انا ابقى فاهم ان الستيك هولدرز دول كل من له علاقه بالمشروع ومشترك فيه، والمشروع هيأثر عليه سواء بالسلب او بالايجاب. لما نيجي نتكلم على الطريقه اللي بيتم فيها التعامل مع في الستيك هولدرز مع بعض، يعني انا لو انا عندي ستيك هولدرز او فريق اللي مشترك في المشروع، ففي طريقه هم عملوها يعني القائمين على علم اداره المشروعات علشان الناس تبتدي تتفاعل مع بعض، او الستيك هولدرز يبتدوا يتفاعلوا مع بعض. ففي الاول انا لازم احدد الستيك هولدرز بتوعي، لازم اشوف المشروع ده في مين ستيك هولدرز. والله مثلا هو لو مشروع هبني سد، فالسد ده هيبقى فيه نوع من، في ناس تانية هتتأثر ببناء هذا السد، أو مثلا هيحصل لهم غرق زي ما حصل في السد العالي والنوبة، فساعتها هبتدي أحرك الناس دول وأوديهم في حتة تانية. برضو عندي دول، والله وزارة البيئة هتبقى من ضمن الستيك هولدرز، عندي والله المقاول اللي هيبني السد، عندي وزارة الكهرباء هتبقى من ضمن الستيك هولدرز، عندي الديزاينر اللي عمل ديزاين، عندي الهيئات الحكومية اللي مسؤولة عن تأمين السد وهو بيتبني. فكل الـ العناصر دي هم عبارة عن ستيك هولدرز، ولازم أنا أحددهم في الأول.
اساس ده نيد، والله انا محتاج النيد ده ليه؟ لانه انا مثلا والله ليه انا محتاج اشرك الناس اللي هيتم ان هم مثلا هيحصل لهم نوع من انواع الغرق، لانه دول هيتاثروا، فانا لازم احطهم في الاعتبار معايا. زائد مثلا ليه انا لازم احط الهيئات الحكوميه؟ لانه ده مشروع قومي، فيجب ان انا اخد بالي انه الحاجات دي كلها هتتاثر. طيب بعد كده هبتدي اشوف الاكشن، هبتدي اخد القرارات او ابتدي اشوف المفروض اعمل ايه او الحركات اللي انا المفروض اعملها. فوالله مثلا الناس اللي هتغرق دول لازم اشوف لهم سكن بديل. هل والله مثلا حد تاني هيتاثر مثلا شبكه الكهرباء؟ هل هيتم تحميل الكهرباء اللي ناتجه عن المشروع ده على طول، ولا هتتم عن طريق مثلا سب ستيشن، ومن السب ستيشن هتروح نقل الكهرباء هيتم ازاي؟ فلازم اشوف الاكشنز او التوجهات او التوجه بتاعي بعد ما احدد المشروع ده هيأثر ازاي، وابتدي اشوف هتحرك في انهي حاجه. وبعد كده هستبلش الكوميونيكيشن شانلز، وده ضروري جدا لان احنا لازم نفهم كويس قوي ونبقى دايما حافظين انه اهم حاجه في البروجكت مانجمنت هي الكوميونيكيشن. فانا لو جيت سألت حضرتك قلت لك ايه اهم جزء او اهم عنصر في البروجكت مانجمنت، لازم حضرتك على طول تعرف انه الكوميونيكيشن. فلازم احط كوميونيكيشن شانلز. يعني ايه كوميونيكيشن شانلز؟ دلوقتي كمان في الظروف اللي احنا فيها في مليون طريقه، زي ما احسن احنا متقابلين على زوم، على ميت، على مايكروسوفت تيمز، ففي مثلا زوم، في جوجل ميت، في والله حاجات تانية زي سلاك، وفي حاجات تانية زي الايميل، وفي حاجات زي التليفونات، وفي حاجات تانية بالخطابات. فيجب ان انا اعرف ايه الكوميونيكيشن تشانل، وكل واحده منهم انا هتكلم مع مين عن طريق ايه. فوالله انا هتكلم مثلا في الحاله بتاعتنا، انا بقى ادير مشروع، اداره المشروع ده هيكون عباره عن الكورس اللي هو ارك 210. فهيبقى انا عندي مثلا الستيك هولدرز وهم الطلبه والمعيدات، فهيبقى انا عندي والله هبتدي اتكلم مع المعيدات عن طريق التليفون، والطلبه هيكون عن طريق المودل مثلا او عن طريق المايكروسوفت تيمز. فانا بتكلم انه الكوميونيكيشن شانلز يجب ان انا احددها. ليه؟ لان انا ما ينفعش اجي اقول والله طب انا هتكلم مع الطلبه عن طريق التيمز او هتكلم مع الطلبه عن طريق المودل، فيحصل لخبطه. وزي ما كتير من حضراتكم بيسال دايما، هو طب الاسايمنت ده نزل على المودل، طب الاسايمنت ده نزل على التيمز، طب ايه؟ فلو المدير المشروعات بيحدد الكوميونيكيشن شانل اللي من اول المشروع ويتكلم عليها، ويبقى هي دي اللي هيتم التواصل مع الناس فيها. بعد كده بيتكلم، بيعمل فيدباك بقى، بيجذب الفيدباك او بيجمع راي الناس في الحاجات اللي هو عملها دي، بحيث ان هو يشوف مدى تقبلهم ليه. والله طيب احنا دلوقتي يا جماعه اللي حصل لهم غرق او اللي هيحصل لهم غرق هننقلكم في المكان الفلاني، هل انتم موافقين؟ طب والله اصل احنا مش هينفع نجيب لكم مكان غير ده مؤقتا. فيبتدي يحدد او يشوف التأثير او راي الناس في الحاجات اللي هو خدها او بيعرضها. بعدين في الاخر مونيتور اند ريفيو، وهي دي الجزئيه المهمه جدا برضو زي الكوميونيكيشن كده، ان حضرتك بتبتدي تتابع وفي نفس الوقت بتبتدي تراجع نفسك. فالمونيتورنج ان انت بتبتدي تشوف الحاجات اللي حواليك هل هي ادت نتيجتها ولا لا، بتبتدي تراجع نفسك. فوالله مثلا لقيت ان الكوميونيكيشن شانل بتاع الميلات مثلا مش ناجح مع الستيك هولدر ده، فساعتها ابتدي اغير، اقول والله لا، طب انا مش هتكلم معاه بالميلات، انا هتكلم معاه بالتليفون احسن عشان اضمن انه هيرد عليا وافهم منه احسن، هو مثلا مش اللغه مش مساعداه، فساعتها هيكون احسن ان انا اتعامل معاه عن طريق التليفون. لما نيجي نبص على البروجكت نفسه، على المشروع نفسه والبروسيس بتاعته او العمليه نفسها عامله ازاي، فاحنا عندنا في الاول خالص في اربعه بوابات، والاربع بوابات دول لخمسه فيزز او خمس يعني اطوار للمشروع. فلازم ابقى فاهم انه في الاول خالص الجيت زيرو، الجيت زيرو دي هي عباره عن ان في الاول خالص بيقولوا ايه ده البيزنس كيس، حتى لو في الاول بشوف المشروع اصلا الهدف منه ايه او البيزنس نيد بتاعته. البروجكت سيت اب اللي هو بيبتدي المشروع، بقول والله طب انا هعمل عناصر مثلا سكنيه هنا علشان تسد العجز بتاع السكن او العجز السكاني او التضخم السكاني. فده ببتدي احدد البروجكت سيت اب، اشوف البروجكت هل هو هبقى محتاجه ولا لا. وبعدين بشوف البروجكت بقى ديفينيشن، والله انا هعمل كذا شقه، والشقه دي هتكون مساحتها كذا، وهتعرف تشيل قد كذا، وفلوس المشروع هتبقى كذا، والمده الزمنيه المفروض للمشروع هتبقى كذا، وهكذا.
فده اول حاجه. بعد كده بينقلنا للي هي للجيت 1 بقى، وجيت 1 دي هي ان انا ببتدي اتكلم عن يعني الديزاين، التصميم، ان انا هبتدي اعمل ديزاين. والديزاين ده بيبتدي بيكون عباره عن من 3 إلى 5 يعني مراحل. في ناس بيخلوه 5 لانه بيبقى ديتيلد اكتر، بيبقى مشروع كبير قوي فبيبقى محتاج ان هو يعمله على كذا مرحله، ولكن في العادي هما بيبقوا 3 مراحل للديزاين. اول واحده كونسبشوال، تاني واحده درافت، وتالت واحده ديتيل ديزاين او فاينل ديزاين. فهي الفكره ان انا الكونسبشوال ده او البريليمنري يعني ده في الاول خالص حاجه كده رف جدا، بقول والله طب انا هيبقى عندي مثلا المباني هيبقى توزيعها بالمنظر ده، كل مبنى هيبقى فيه الشكل الفلاني، الابعاد بتاعت المباني هتكون بالمنظر ده، والناس اللي المباني دي هيكونوا فيها كذا. يعني بشوف بشكل عام شكل المباني هيبقى عامل ازاي، والناس استخدمهم هيبقى عامل ازاي. بعد كده ببتدي اعمل نوع من انواع التدقيق او الدقة الاعلى، فببتدي اعمل سكيم ديزاين، والسكيم ديزاين ده هو مرحلة تانية من المراحل بتاعة التصميم. ببتدي ازود شوية من التصميم بتاعي او ببتدي احسنه، وابتدي اخد في اعتباري شوية حاجات انا ما كنتش واخدها في المرحلة اللي قبليها. وبعدين الديتيل ديزاين ده اللي هو بقى باخد فيه كل العناصر والتفاصيل بتاعة المنشأ كله او بتاعة المشروع كله، لانه هو ده اللي بيبقى ما قبل على طول مرحلة العطاءات، او مرحلة ان انا بيبقى عندي تندرنج للمقاولين اللي هيخشوا يبتدوا ينفذوا المشروع. فيجب ان انا ابقى حاطط في اعتباري انه ده ديتيل ديزاين او تصميم مفصل، لانه لو ما عملتوش مفصل المقاول هيقدم على حاجة، وبعدين وقت ما يبتدي يعمل مشروع هيلاقي حاجة تانية خالص. فما ينفعش ان انا ابقى عامل مشروع مثلا من غير حيطان خالص، وبعدين لما يجي هو يبتدي ينفذ يجي يقول لك انت ما كنتش حاطط لي الحيطان، فالحيطان دي هتكلفني مثلا 5 مليون جنيه زيادة، فساعتها انا بزود فلوس مشروع جديد خالص، وساعتها ده هيبتدي يعمل نوع من انواع النزاعات. فيجب ان انا ابقى في الاول قبل ما ابتدي المشروع ابقى عامل ديتيل ديزاين، واخد بالي من كل كبيرة وصغيرة فيه، علشان ده هيحدد لي او هيبقى ليه تأثير على المدة الزمنية وعلى الفلوس او على التكلفة بتاعة المشروع. وساعتها دول هما المعلومتين اللي المقاول هيسعر اعماله عليها. عشان كده ده بينقلنا للجيت التانية، وهي ان انا بعمل خلاص موافقة لهذه الرسومات وهذا التصميم، وابتدي اطرحها للمناقصات او العطاء، والمقاول يبتدي يقع عليه العطاء او بياخد هو التندر. وبعدين ده بينقلنا للجيت 3 اللي هي بداية المشروع او البوابة الثالثة، وهي بداية تنفيذ المشروع. وتنفيذ المشروع ده بيكون بقى عن طريق توريد معدات وتوريد وتركيبها، والمواد الخام بيتم برضو توريدها، وبيتم ان احنا نبتدي نحطهم ونستخدمهم في الاخر نطلع بالمنشأ. اللي بيودينا للبوابة الرابعة اللي هي بيبقى خلاص المشروع انتهى، وبيبقى محتاج اعمل نوع من انواع التأكيد ان انا نفذت المشروع بالشكل المظبوط اللي كان موجود في التصميم. ويمكن قبل ما اعمل ده بيبقى عندي مرحلة مهمة جدا، وهي اسمها التستنج اند كوميشننج، اللي ببتدي اختبر فيها المشروع. وعادة المقاول اللي نفذ هذا المشروع بيبتدي يعمل تستنج اند كوميشننج، اللي هو ياخد المشروع ويبتدي يستخدمه ويتأكد ان المشروع شغال. واول ما يتأكد ان المشروع شغال ويعني كل العناصر اللي اتفق عليها او اللي شافها في التصميم قدر ينفذها، بيبتدي ينقل الملكية بتاعة المشروع لصاحب المشروع، وصاحب المشروع بيبتدي يراجع عليه ويتأكد انه المشروع تم بنجاح او ان المقاول تم عمله بنجاح. طيب لما نيجي نبص على التعريف بتاع النقاط بتاعة ان انت تعمل مشروع او تعمل project setup، فاحنا عندنا يمكن 6 نقط، فاحنا يعني هندرس كل واحدة منهم على حدة، وهم دول تقريبا يعني مور اور ليس هم دول الحاجات اللي بعلم إدارة المشروعات بيتكلم فيها. فاحنا في الأول خالص بنتكلم إن احنا محتاجين نعمل حاجة اسمها project management plan، وهنتكلم عنها بالتفصيل في خلال دقايق. بعدين بنحدد السكوب أو بنحدد الهدف من هذا المشروع، بعدين بنبتدي نحدد الشكل بتاع الأعمال اللي جوه هذا المشروع. فاحنا في الأول بنقول والله السكوب، فالسكوب بتاعي مدرسة، اما الاعمال بتاعه المدرسه دي فانا هقسمها لنوع من انواع الاجزاء. فهبتدي في اول حاجه مثلا هقول هعمل السور، بعدين هبتدي اعمل المباني الاداريه،
بعدين هبتدي اعمل الفصول، وبعدين هبتدي اعمل الاحواش او الملاعب. فده هو اسمه ورك بريك داون ستراكشر، وهنتكلم عنه بالتفصيل، ان انا بقسم العمل بتاعي الى اجزاء صغيره ممكن التعامل معاها بسهوله سواء في اثناء الانشاء او التخطيط. بعد كده اول يعني دي اهم ركن من الاركان بتاعه اداره المشروعات، وهو اداره المخاطر وازاي هادير مخاطر. حاجه زي مثلا الجائحه بتاعه الكوفيد 19 حصل في مشكله، هل هفضل اتابع او الشغل عادي من غير ما اعمل اجراءات احترازيه؟ طب هل هوقف شغل في المشروع والناس تقعد في البيت لحد ما الذروه تعدي؟ طب ده هيأثر على المشروع بقد ايه؟ هيأخر عنه ازاي؟ طب التكلفه هتزيد ازاي؟ فدي هي كيفيه اداره المخاطر اللي بتحصل في المشروع وتأثيرها على المشروع. وبعدين هبتدي احدد المده الزمنيه والتكلفه بتاعه المشروع، وفي نفس الوقت هبتدي احدد عدد الناس اللي مطلوب، التيم بتاعي، فريق العمل اللي هيشتغل في المشروع، كذا عامل، كذا مهندس، التخصصات بتاعت المهندسين دي هتكون عاملة ازاي، متقسمة ما بين ايه وايه، عدد سنين الخبرة بتوع المهندسين. فدول هي كل العناصر المهمة او المطلوبة علشان اقدر انفذ مشروع او ادير تنفيذ مشروع. فلما نيجي نتكلم بالتفصيل عن كل واحدة منهم، فهنلاقي انه البروجكت مانجمنت بلان دي هي يمكن روح المشروع. هي عبارة عن دوكيمنت، عبارة عن مجموعة يعني مذكرة فيها كل ما يخص المشروع. فعندنا مثلا الهدف من هذا المشروع، والحد يعني تحديد السكوب بتاعه، وايه اللي هيطلع من هذا السكوب. والله مثلا المدرسة، فانا هطلع الاسوار، السور في الوقت الفلاني، البواب هيبقى لونها اخضر، بتتعمل بشكل يدوي، عندي الحوش مثلا في حوش مساحته كذا في كذا، وعندي المبنى الاداري مثلا في 4 مباني ادارية، وعندي مثلا في 5 مباني للفصول، وعندي مثلا يعني كذا حمام. فببقى عندي الاوبجكتيفز بتاعت هذا المشروع، الهدف من هذا المشروع او المهم او المطلوب من هذا المشروع. بعد كده بحدد الستيك هولدرز، الفريق اللي عمل في هذا المشروع او الناس اللي متاثرين بهذا المشروع، ودول بيكونوا يا اما انترنال يا اما اكسترنال، اللي جوه الشركه بتاعتي او المؤسسه بتاعتي، واللي بره المؤسسه بتاعتي. برضو عندي الورك تو بي دون، اللي هي ورك بريك داون ستراكشر اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي انا بحدد والله مثلا انا هضطر ان انا في الاول خالص انفذ السور، وبعدين بعد السور هبتدي انفذ المباني، وبعد المباني هبتدي انفذ الاحواش، لانه مثلا والله انا مش هينفع اعمل الاحواش واخلصها وبعدين ابهدلها مثلا بالانشاء، وادخل معدات وادخل اوناش، وفي الاخر اروح مكسر واضطر ان انا ارجع تاني احسن الاحواش. فده برضو الورك بريك داون ستراكشر بيساعدني في التخطيط لكيفية عمل المنشأ او تنفيذ المنشأ. في كمان الاورجنايزيشن والريسورسز، اللي هو انا والله محتاج مثلا مدير مشروع، وتحت مدير المشروع ده في فريق 5، الخمسة دول بيبقوا تخصصاتهم كهرباء، ميكانيكا، كذا وكذا، وتحت كل واحد منهم هيبقى مسؤول عن فريق العمال بتاع التنفيذ مثلا. بعدين الكوست بتاع المشروع والسكاديول، بيبقى عندي جوه البروجكت مانجمنت بلان بيبقى عندي تكلفة المشروع، وتكلفة المشروع دي بتكون عن طريق بادجت كاملة، والله بشوف كل المعدات، بشوف كل العمال، بشوف المرتبات، بشوف الاوفر هيدز بتاعتي او الفلوس اللي متحملة على المشروع، بشوف الضرائب، وبشوف الاستهلاك بتاع المية والكهرباء، كل ما يخص تكلفة المشروع دي بحطها في البروجكت كوستنجز. ونفس الكلام للبروجكت سكاديول او المدة الزمنية او الجدول الزمني للمشروع، بعمل جدول زمني بقول والله مثلا الاساسات هتاخد الوقت الفلاني، الاعمده هتاخد الوقت الفلاني، الكاميرات هتاخد الوقت الفلاني، صب الاسقف وبعدين هتاخد وقت فلاني، الحيطان، التشطيب. فبعمل جدول زمني شديد الدقه برضو بحطه في البروجكت مانجمنت بلان. بعدين بتكلم عن البروكيورمنت، او ازاي ان انا لو عندي توريدات او عندي حاجات جايه عايز اجيبها من بره، زي مثلا معدات، زي مثلا يعني أجهزة معينة هتم استخدامها، زي مثلا بوية أو نوع من أنواع الدهانات، الأرضيات. فكل البروكيورمنت ده بضطر إن أنا أحطه برضو، كيفية العمل، عمله إيه اللي أنا هبقى محتاجه، الوقت اللي هاخده قد إيه، الاستراتيجية بتاعة شراء الحاجات دي،
التخليصات الجمركية والتأمينات، كل الحاجات دي ببقى محتاج احطها برضو في البروكيورمنت استراتيجي. وبعدين بنتكلم عن الريسك مانجمنت، وزي ما اتكلمنا عليها يعني إدارة المخاطر. والله حصلت كارثة طبيعية، ده تأثيرها هيبقى عامل ازاي؟ حصل انقلاب، ده تأثيره عامل ازاي؟ حصل نوع من انواع زي مثلا الجائحة دي، ده تأثيره هيبقى عامل ازاي؟ وابتدي اوجد حلول لحاجة زي كده، اشوف والله تأثيرها هيبقى عامل ازاي؟ طيب وايه الحل المقترح علشان اتفادى تأثيرها هيكون عامل ازاي؟ عندي برضو الكواليتي مانجمنت، وهي دي اللي بيتم فيها حط يعني او وضع خطة للجودة بتاعة المشروع او الجودة بتاعة الحاجات اللي هيتم انشائها. فمثلا اقدر اقول احط الستاندردز او احط معايير الجودة بتاعة كل حاجة، الاختبارات بتاعة الجودة اللي تتأكد لي انه العناصر دي الجودة بتاعتها يعني كويسة او جيدة. وبعدين عندي حاجة اسمها change management، ودي هي تأثير التغيرات في المشروع. والله لو انا مثلا عندي المالك قال لك لا، طب انا مش عايز خمس مباني إدارية، انا عايز اربعة او عايز ستة، فساعتها هبتدي احاول اشوف ال change management plan او اشوف تأثير ال changes او تأثير التغيرات، سواء وقت التصميم او وقت في التصميم او وقت الانشاء في الحاجات الانشائية، ده هيكون تأثيره عامل ازاي على الجدول الزمني، او هيبقى عامل ازاي تأثيره على التكلفة او تأثيره على الجودة. فلازم ابقى فاهم برضو انه الـ change management، تغيير حصل في بداية المشروع هيبقى ليه تأثير اقل من تغيير حصل في نص المشروع، هيبقى ليه تأثير اقل بكتير قوي من تغيير حصل في اخر المشروع. لانه دي حاجة برضو ممكن اتسأل فيها، هل انا عندي مشروع وحصل فيه تغيير مثلا ان المالك قرر يغير المادة اللي هيتم بيها تشطيب الأرضيات من مثلا أخشاب إلى سيراميك، وده كان المشروع تم فيه 10% بس، هل تأثيره هيكون أكبر من لو حاجة بنفس الطريقة دي أو يعني تغيير بنفس الشكل ده بس كان المشروع تم 50% منه؟ آه طبعا في فرق، ال 50% هيكون تأثيره أكبر بكتير جدا، لأنه ممكن يكون المقاول بدأ في تنفيذ الأرضيات ويمكن خلص جزء منها، فساعتها يا إما الأرضيات هتبقى مختلفة عن بعض، يا إما هيضطر إن هو يشيل القديم ويحط اللي المالك طلبه. طب الشيل بتاع القديم والتكلفة اللي فاتت دي مين هيتحملها؟ يجب إن أنا يبقى عندي خطة جيدة إن تقول إن والله لو التغيير كان من ناحية المالك وهو كان موافق وتم الموافقة على الأعمال اللي هي كانت بيتم تنفيذها وبعدين رجع غير كلامه، فساعتها دي مش مسؤولية المالك. أما لو المقاول غير من دماغه والمالك ما كانش عارف حاجة عن هذا التغيير، فساعتها المالك ملوش دعوة ودي مسؤولية المقاول هو اللي غير من دماغه. فكل العناصر دي يجب إن احنا نضعها في البروجكت مانجمنت بلان أو في خطة إدارة المشروع، لأنه هي دي كأنها روح المشروع، أقدر أرجع لها وقت ما أنا عايز لو حصل أي مشكلة من المشاكل اللي احنا اتكلمنا عليها أو اللي بتخص أي عنصر من العناصر بتاعة هذه الخطة. لما نيجي نبص على البروجكت بلاننج، فاحنا عندنا إنه الأدكويت بلاننج بيخليني في الآخر هتنفذ المشروع بشكل جيد. يعني حضرتك لما تيجي تعمل خطة مذاكرة كويسة من الأول، ده هيخليك تحصل المادة بشكل كويس، خليك تخلصها في وقت مناسب، وان شاء الله يخليك تبقى ناجح في الماده دي. بعكس ان انت عملت ان ادكويت بلاننج، بيعمل ايه؟ بيعمل في الاخر بور بيرفورمانس، ان انت والله مثلا قلت طب انا هذاكر اخر 3 ايام بس، وساعتها انت ابتديت يعني او حتى ما خططتش جيدا، ففي الاخر الوقت زنق بيك وابتديت بقى تشيل حاجات، ما تاخدش حاجات في الاعتبار، ابتديت تضحي بمواضيع معينه، فده بيؤدي في الاخر الى انه للأسف الشديد المشروع ما بيتمش بشكل ناجح، أو بيتم بشكل يعني في نوع من أنواع عدم الجودة في الـ performance أو في تنفيذ المشروع. لما نيجي نتكلم عن الـ work breakdown structure، وده من أهم الجزئيات اللي مطلوبة في تخطيط المشروع في المرحلة بتاعة تخطيط المشروع. يعني إحنا عندنا في المشروع بتبتدي بالتخطيط، أو يعني بيبتدي هو بالـ initiation، ولكن إحنا عندنا بعد الـ initiation أو بداية المشروع بيبقى عندنا جزئية مهمة جدا وهي التخطيط، وبعد التخطيط بيبقى عندنا التنفيذ، وبعد التنفيذ بيبقى عندنا
التحكم والمتابعه، وبعدين في الاخر خالص الكلوزنج. فاحنا تعتبر ان البلاننج دي من اهم الجزئيات او من اهم المراحل بتاعه المشروع، لان هي دي اللي انا بخطط فيها. لو عملت تخطيط مظبوط في الاول كل حاجه بعد كده هتمشي مظبوط. فالورك بريك داون ستراكشر دي حاجه عاملينها القائمين على اداره المشروعات بحيث انها تقلل لي شويه من شكل المشروع بتاعي، وتبتدي تعمل لي نوع من انواع تقسيمات للحاجات اللي هتبتدي او الحاجات اللي انا هسلمها في المشروع. بمعنى ان انا مش هستنى لحد ما اخلص كل المبنى واروح مسلمه للمالك، لا، هو يقول لك طب والله انت هتبتدي تخلص كل الاعمده اللي في المبنى وتسلمها، او هتخلص الهيكل الخرساني وتسلمه، او هتخلص الاسقف وتسلمها. فالورك ده اسمه ورك بريك داون ستراكشر، اللي هو نوع من انواع التخطيط او نوع من انواع التكسير للتاسكس بتاعتك بحيث انها شكل ينفع التعامل معاها بسهوله. وزي ما احنا اتكلمنا انها هي الاساس للتخطيط وكمان لحساب التكلفه وللاداره الناجحه للمشروع. فلازم نبقى فاهمين يعني ايه بنعمل ورك داون ستراكشر. ورك بريك داون ستراكشر بالمنظر اللي احنا شايفينه ده اسمه مشروع اي ال دبليو، وبعدين مقسمينه ل اول ليفل اللي هو الحاجات الاساسيه في هذا المشروع، وبعدين بعد كل ليفل في حاجات تحتيها سب ليفل. فاحنا مثلا لو خدنا حاجه منهم اللي هي الانجينيرنج ديزاين اند مانيفاكتشر، فالمشروع متقسم الى سبع انشطه، واحده منهم هي التصميم والتصنيع. ففي الاول خالص بأول مرحلة هيعمل نوع من أنواع البلاطات، وبعدين هيعمل نوع من أنواع البلاطات الحديدية، وهيبتدي يعمل يعني عزل لهذه البلاطات، وبعدين هيبتدي يعمل فحص للعزل اللي عمله، وبعدين هيبتدي يتأكد إنه البلاطات اتعملت مظبوط من ان هو يعمل لها انسبكت. فهو كاني انا بقسم التاسك بتاعتي الى مجموعه من التاسكس او مجموعه من الانشطه الاصغر او الاقل شويه، يعني فيها دقه اعلى او فيها تفصيل اعلى، بحيث ان انا ممكن اتعامل معاها بسهوله، وفي نفس الوقت توصلني لان انا في الاخر لو جمعتهم كلهم توصلني للهدف الرئيسي او اهم ليفل فيه. الورك بريك داون ستراكشر متقسمه لحاجه اسمها ورك باكج. الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها الصغيرين دول اسمهم ورك باكج. فورك باكج دي لازم ابقى شارحها بشكل مفصل جدا. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي اجي اقول انا هبني دور، وبعدين الدور ده هيكون عباره عن شقتين، والشقه مكونه من باب، وجوه الباب في اربع اوض، كل اوضه عليها باب، الاوض دي فيها كمرات وفيها حيطان وفيها أعمدة وفيها أسقف. فأنا هاجي أقول إن أنا عندي في الدور ده في الأعمدة، في الكمرات، في الحيطان، في الأسقف، في الأبواب، في الشبابيك. بعدين لما أجي أخش تاني في التشطيبات، في عندي الوش بتاع التشطيب الأولاني، في عندي الدهانات، في عندي الأرضيات الوش بتاعها الأولاني أو المرحلة الأولى بتاعتها، والأرضيات المرحلة التانية سواء كانت سيراميك أو أخشاب. فده هو الورك باكجز، يعني اللي انا قلتهم الصغيرين دول هم الورك باكجز، ولازم اضمن انه انه يجب ان هم يبقوا ينفع يتم تسعيرهم وينفع تحديد المده الزمنيه من انشائهم. يعني ما ينفعش اقول الورك باكج دي مثلا هتكون مش عارف والله اقيس تكلفتها كام، دي ما ينفعش تبقى ورك باكج، ده تقسيم غلط. يعني يجب ان انا اشوف طريقه تانيه، علشان الورك باكج يجب انها تكون بيتم التعبير عنها بطريقة تكلفة، طريقة الجدول الزمني، ومين هيتم إنشاء، أو يعني مين هيعرف هيعمل له هيعمل إنشاء ليها. لما أجي أبص على الورك باكج، يعني هي عبارة عن أو بتسهل لي إن أنا أحدد مين المسؤول عنها. بيبقى عندي مهندسين مسؤولين عن الورك باكج، فانا هيبقى عندي مهندس مسؤول عن كل الحيطان اللي في المبنى. هيبقى عندي في ورك باكج اسمها حيطان، فوالله الحيطان متاخره فده مأخر الباقيين، فاعرف اشوف مين المسؤول عن تاخير الحيطان.
وبعدين اقدر احدد التكلفه بتاعه الحيطان دي وتاثيرها على بقيه الورك باكجز او الورك بريك داون ستراكشر. فاقول والله مثلا الحيطان 30% من السعر الكلي وانا خلصت كل الحيطان، فمعنى كده ان انا بقى معايا 30% من السعر الكلي، فانا ممكن اطلب من المالك يديني 30% من فلوسي. ليه؟ لان انا عرفت خلاص ان الحيطان خلص. فهي بتسهل عليا جدا في الاول التخطيط وانا ببني، اقول والله طب انا الحيطان دي هخلصها في الوقت الفلاني، هاخد الفلوس الفلانيه منها، او وكل ما بشوف الورك باكج بتاعتها بعرف على طول البروجرس او التقدم في الشغل عامل ازاي عن طريق اللي خلص منها. لما نيجي نبص على الجزئيات التانية وهي البروجكت بلاننج، فاحنا اتكلمنا على الورك بريك داون ستراكشر، ده جزء من البلاننج. عايزين نعرف ايه الجزء التاني منه. الجزء التاني منه ان انا ببتدي اعمل سكاديولينج. ان ايه سكاديولينج ده؟ ان انا اشوف اعمل جدول زمني ليه. يعني عملت ورك بريك داون ستراكشر، طيب الورك بريك داون ستراكشر ده هيساعدني في ايه؟ هيساعدني في ان انا احدد المده الزمنيه المطلوبه لانشاء هذا الورك باك، هذه الورك باكجز اللي جوه الورك بريك داون ستراكشر. فعشان كده انا بعمل جزء كبير من البروجكت بلاننج ده ان انا بعمل سكادولز، بعمل جدول زمني. ودي الجزء اللي فيها المسائل في المحاضره دي. هو احنا عندنا جزئين، الجزء اللي فيه المسائل هيبقى في البلاننج، والجزء الثاني في المونيتورنج اند كنترول اللي بيحدد لي الفلوس، هل المشروع ده متقدم ولا متاخر. فاحنا عندنا ليه بنبقى محتاجين البروجكت بلاننج؟ لانه اغلب الناس يقول لك طب والله المشروع ده هيخلص كمان 3 شهور، وهو المفروض ان المشروع هيبقى بيخلص 6 شهور. عادة الناس بتبقى مش مدية إخوانة، أو مش فارضة دايما الشكل السيء إن المشروع هياخد وقت طويل. فالبروجكت بلاننج يجب إن أنا أبقى يعني واقعي، ولازم آخد بالي من الورك بريك داون ستراكشر اللي أنا عامله علشان أعرف أعمل جدول زمني واقعي. وبعدين أتأكد إن أنا مستخدم البروجكت مانجمنت بلان، لأنها فيها كل العناصر الخطر. يعني دلوقتي حاطط مثلا أو كل العناصر اللي هتأثر لي على الجدول الزمني بتاعي. يعني حاطط مثلا في الورك في البروجكت مانجمنت بلان انه المشروع ده هيكون في وقت الصيف، في وقت الشتاء مثلا انشاؤه، فوارد انه يحصل مطره كبيره جدا تمنعني من ان انا اشتغل 3 ايام. فوانا بحط السكيدول بتاعي وانا بعمل الجدول الزمني، هبقى عارف ان انا هنا في الجزء الفلاني ده وانا بعمل مثلا نوع من انواع التوقع كمان 6 شهور او كمان 3 شهور ان هيبقى في شغل في الشتاء، وساعتها مش هبقى عارف ان انا اشتغل نتيجه سوء الاحوال الجويه. ولازم وانا بعمل الجدول الزمني او انا بخطط للمشروع وعن طريق الجدول الزمني ان انا اديله وقته، استخدم الناس، اشوف الناس الكويسين او استخدم اراء الناس الكويسه، وابتدي احط ارائهم وابتدي احط الافكار بتاعتهم جوه الجدول الزمني. لانه وارد انه مثلا يبقى المهندس المسؤول عن الورك باكج بتاعه الحيطان عارف حاجات انا مش عارفها، فاهم والله مثلا العمال هو عارفهم اكتر مني، وعارف انه مثلا في منهم مش هيتاخروا وفي منهم مش هيشتغلوا كويس. فده اخد الاراء بتاعت الناس دي احطها معايا في الجدول الزمني وانا بعمله، لانه ده هيحسن يعني الشكل العام للسكاديول بتاعي، او هيخليه رياليستيك او حقيقي او اقرب الى الواقع. لما نيجي نبص على نوعيه المسائل بتاعتنا، فاحنا عندنا نوعين من المسائل. اول حاجه اسمه جانت سكاديول او جانت شورت. الشكل اللي قدامنا ده الجانت شورت GANTT، ده بيحدد لي شكل السكيدول بيبقى بالمنظر ده بالخطوط الزرقاء والخطوط الحمراء اللي احنا شايفينها. عشان اعمل الشكل ده فانا محتاج ان انا اعمل نوع من انواع تقدير المده الزمنيه للانشطه بتاعتي. فانا عندي في قانون بس الناس بتستخدمه اللي هو اسمه بيرت. البيرت ده PERT، بناخد متوسط الثلاث يعني توقعات للاكتيفيتي بتاعتي. احنا عاده لما نبقى في عندنا نوع من انواع عدم التحقيق او عدم التدقق الثقه في حاجه، بناخد المتوسط. يعني انا لو جيت قلت لحضرتك انه طول الشخص ده من 100 يعني مره قيسته كان 160، مره قيسته كان 161، مره قيسته كان 159، فمعنى كده ان انا مش متاكد قوي من الطول، فساعتها اقول طب انا هاخد المتوسط، هروح اجمع الثلاثه واقسمهم على الثلاثه، فيطلع لي رقم ما بين الثلاث ارقام اللي انا قستهم، فيبقى رقم منطقي او رقم يعبر لي عن الشكل ده. فلو انا عندي جدول زمني وعايز اعمله وانا مش يعني مش عارف لسه الشكل العام هيبقى عامل ازاي، ولكن انا عارف مثلا انه صب الخرسانه بياخد
من 7 ايام ل 14 يوم ل 28 يوم. فاقول والله انه الاوبتيمستيك ان هو هياخد 7 ايام، ولكن انا عارف ان هو في المتوسط بياخد 14 يوم. واسوأ حاجه اللي هو البيسيمستيك، او يعني في نوع من انواع عدم التفاؤل، بيكون او التشاؤم يعني، بيكون 28 يوم. وقال لك ان انا باخد اول واحد السبعه، وباخد اخر واحد ال 28 يوم، وباخد اللي هو المتوسط اللي هو 14 يوم واضربه في 4 واجمع كل ده واقسمه على الستة، وده هو اسمه البيرت، او هي دي الطريقة اللي انا بحسب بيها الديوريشن. في طريقة تانية، وهي ان انا بحسب المتوسط، باخد السبعة وال 14 وال 28 واقسمهم على الثلاثة. ايا كان الشكل اللي انت حضرتك بتستخدمه علشان تحسب المدة الزمنية، فيجب ان حضرتك تفهم انه الهدف من ده انك تقلل عدم الثقة في الشكل بتاع النتيجة اللي طالعة لك. فاحنا لو جينا حسبنا المتوسط بتاع الثلاثة، اللي هو يعني جمعت السبعة والاربعتاشر والتمانية وعشرين على الثلاثة، او جمعت السبعة زائد اربعة في اربعتاشر زائد تمانية وعشرين على الستة، فهما الاثنين بيقربوا لي يعني، بالاثنين بيطلعوا نتيجه قريبه من بعض. فهو ما تفرقش قوي حضرتك مستخدم اي طريقه، المهم ان حضرتك تبقى فاهم ان احنا عندنا دايما في يعني في مده زمنيه فيها التشاؤم، وفي مده زمنيه فيها تفاؤل، وفي مده زمنيه ما بين الاثنين. ويجب ان حضرتك تبقى فاهم انه انا باخد المتوسط ما بين الثلاث مدد زمنيه دول عشان اطلع في الاخر الدوريشن. فعندي جدول بالمنظر ده مطلع لي الاكتيفيتي الاولانيه، المده الزمنيه المتفائله 2، والمده الزمنيه العاديه 4، والمده الزمنيه اللي فيها تشاؤم 6. فلو جيت جمعت 2 زائد 4 في 4 زائد 6 وقسمتها على 6 باستخدام القانون ده، هطلع في الاخر انه المده الزمنيه بتاعه النشاط الف هو 4. جيت استخدم للنشاط الثاني اللي هو 3 زائد 4 في 5 زائد 9 على الستة، طلع لي 5.33%. جيت استخدم النشاط السي او جيم، 4 زائد 5 في 4 زائد 7 على الستة. طيب لما نيجي نجرب مثلا نحسب الاثنين والاربعة والستة، طلعوا لي 4. طيب لو حد تاني قرر ان هو يستخدم المتوسط، فاحنا لو جينا جمعنا 2 و4 و6 على الثلاثة هيطلع لي برضو 4. لو جينا نجرب 3 و5 و9 وقسمناها على الثلاثة هيطلع لي 5.66%، اللي هي قريبة جدا من 5.33. لو جينا نستخدم المتوسط 4 و5 و7 وقسمناها على الثلاثة فيطلع لي 5.33، اللي هي قريبه جدا من 5.17. فالهدف من الاكسرسايز ده ان احنا نقول انه ايا كانت الطريقه اللي احنا بنستخدمها، المهم ان احنا نبقى فاهمين انه الاكسبكتد تايم او الجدول المده الزمنيه المتوقعه بتكون ليها علاقه بالثلاث الثلاثه فاليوز دول او الثلاث قيم دول. طيب الجزئيه الثانيه من الجدول الزمني، عشان نعمل الجدول الزمني بنبقى محتاجين نشوف كل نشاط من الأنشطة معتمد على إيه من قبل. يعني أنا ما ينفعش أبتدي أعمل الحوائط غير لما أخلص الهيكل الخرساني بتاع المبنى، يعني ما ينفعش إن أنا أعمل الحوائط في الهواء، ما ينفعش إن أنا أعمل أسقف غير لما أخلص الأعمدة والكمرات، ما ينفعش أعمل الكمرات غير لما أخلص الأعمدة. فهي نفس الفكرة، ما ينفعش إن أنا آكل غير لما أطبخ أو يبقى فيه أكل، ينفعش ان انا اشرب غير لما يبقى فيه ميه. فهي الفكره انه ايه اللي معتمد على ايه. فعشان كده في حاجه اسمها بريديسيسور، وده اللي انا بحدده وقت البلاننج، ان انا كان المفروض ان انا كمدير مشروعات او كمهندس مشروعات ناجح المفروض ابقى فاهم ايه معتمد على ايه. فهنا والله قال لك ان الاي والبي هم اوائل الاكتيفيتيز مش معتمدين على حاجه، ولكن سي معتمد على الايه ودي معتمد على الايه. فمعنى كده ان انا الاي والبي بيبتدوا عند الوقت صفر وبياخدوا مدة زمنية 4 و5 و33، أما السي والدي فبيبتدوا بعد الأربعة. فلو أنا عندي السي مثلا فهتبقى 4 تبتدي عند اليوم الرابع أو الساعة الرابعة، وأجمع عليها ال 5 17
يطلع لي 9 17. الهدف من هذا الجدول ان انا يطلع لي المده الزمنيه اللي مطلوبه للمشروع ده. طيب ونفس الكلام الدي، فهي هتبتدي بعد الاربعه اجمع عليها السته 33 تطلع 10 33. فلو جينا بصينا هنا في الجدول ده، احنا عندنا هنا الاي ابتدت مفيش عندها حاجه، فهي ابتدت خدت 4 ايام. بعدين عندنا البي مفيش حاجه قبليها، فخدت ابتدت 5 33. اما السي فكان البريديسيسور بتاعها هو الاي، فهتاخد 5 17 وهتبتدي بعد الايه اللي هي بالاحمر، فهتبتدي هنا وتاخد لحد ايه، لحد 5 17 اللي هي هتبقى كانها 9 17. عرفت منين 9 17؟ جمعت الاربعه على ال 5 17. اما لما نيجي نبص على ال 6 33 اللي هم الاكتيفيتي دي، فهبتدي بعد الايه، لان هو قايل لي هنا الاكتيفيتي دي بعد الايه، فهبتدي الاكتيفيتي دي عند 4 ايام واروح جامع عليها 6 33، فتخلص عند 10 ايام و33 من مية. اما الاي فهي بتبتدي بعد البي والسي، فانا عندي هنا البي بتاعتي خلصت عند اليوم الخمسة 33، واما السي فهي خلصت عند اليوم 9 17. هي معتمدة على البي والسي، فمش منطقي ان انا ابتديها بعد البي. ليه؟ لانه السي متأخرة عن البي، فساعتها هبتدي عند السي. عندي واحدة خلصت اليوم الخامس، وعندي واحدة تانية خلصت اليوم التاسع، فأنا مش هينفع ابتدي بعد الخامس، لازم ابتدي بعد التاسع، لأنه الأكتيفيتي اللي اسمها E معتمدة على الأكتيفيتي اللي اسمها C، مش بس معتمدة على B. فهبتدي الأكتيفيتي E بعد اليوم التاسع، وبعدين ابتدي اعد 5 17 فتخلص عند اليوم ال 14. اما الاف فهي معتمده على الاكتيفيتي دي، والاكتيفيتي دي هي عباره عن 10 33، فهبتدي هنا اخد الاكتيفيتي الجديده بتاعتي اللي هي اللي اسمها اف، وبعدين اقف عند الجي واشوف الجي معتمد على ايه، فهلاقي ان الجي معتمد عند الاي، فهقف عند الاي واخد بعديها الديوريشن اللي هو 5 17، ومن هنا يطلع لي الديوريشن بتاع المشروع كله اللي هيكون تقريبا 17 وكسر يوم بناء على الجدول الزمني اللي انا شايفه ده. فعشان حضرتك تبقى متخيل معايا اللي احنا بنعمله في الجدول ده، ان احنا بنشوف ايه الاكتيفيتيز اللي عندي وكل اكتيفيتي معتمد على ايه. الاكتيفيتي الاطول ما ينفعش ان الاكتيفيتي، لو اكتيفيتي معتمد، لو نشاط معتمد على نشاطين، نشاط قصير ونشاط اطول، فالنشاط لازم يبتدي بعد النشاط الاطول. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي نشاط زي التشطيب بتاع الحيطان، الدهان، والدهان ده معتمد على تخليص الطوب والتشطيب اللي هو المحارة. الطوب كان خلص ولكن المحارة لسه ما خلصتش، فما ينفعش ابتدي ادهن، لازم استنى لحد ما المحارة تخلص وبعدين ابتدي ادهن. فهو ده بالظبط اللي احنا بنقوله لما يبقى في عندنا اتنين اكتيفيتيز وبعديهم اكتيفيتي، الاكتيفيتي ده ما ينفعش يبتدي غير لما الاتنين اكتيفيتيز دول يبدأوا يخلصوا. نوع تاني من انواع المسائل، وهو برضو اللي فات ده كان جاند، اما ده هو الاكتيفيتي اون اروز او اكتيفيتي اون نودز. فده احنا بنتكلم عن طريقة تانية لشكل الحساب الجدول الزمني بتاع المشروع او عمل الجدول الزمني بتاع المشروع. فعندي اكتيفيتيز من A لحد J، وعندي البريديسيسورز بتاعتهم او المشاريع او الاكتيفيتيز اللي بعديهم، ومديني هو على طول المدة الزمنية بتاعت كل اكتيفيتي. فاحنا عندنا هنا مثلا الاكتيفيتي اللي هي اسمها A بتاخد نص يوم، اما الاكتيفيتي بي فهي معتمدة على ايه وبتاخد يوم واحد، اما الاكتيفيتي سي فهي معتمدة على البي وبتاخد يوم خمس ايام، واحد ونص يوم،
فدي انا عندي سي، وبعدين عندي الدي فهي معتمده على الاكتيفيتي اللي اسمها بي، وبتاخد يوم واربع ايام، ساعه واربع ايام. وبعدين عندي الاكتيفيتي اف معتمده على الاكتيفيتي اللي اسمها بي، وبتاخد 8 من 10 ساعه. وبعدين عندي الاكتيفيتي اللي اسمها جي معتمده على الاف وبتاخد ساعه. وبعدين عندي اكتيفيتي اسمها اتش معتمده على سي واي وجي. والله انا ما عنديش هنا في الاكتيفيتي اللي اسمها اتش دي غير سي، اما الاي فانا هي هتبقى من هنا وهتبقى من هنا، وهم بادئين على طول وراها، فهيبتدي الاتش، فهبتدي اشوف الاتش هتبقى واخده 4 من 10، واشوف ايه الاكتيفيتي اللي بعديها، والاكتيفيتي اللي بعديها هتبقى اي واخده 1.4 من 10، وبعدين الاكتيفيتي جي واخده نص. بيبقى مطلوب مني بعد ما اعمل ده احدد ايه الشكل او ايه مسار المشروع الخطير او الكريتيكال باث. الكريتيكال باث ده اللي هو عبارة عن ايه؟ الكريتيكال باث ده يعني اول حاجة ببقى مطلوب مني اعرف الجدول الزمني او شكل المشروع بتاعي هياخد قد ايه. فاحنا عندنا كام خط او كام مسار ممكن يمشي فيه المشروع؟ عندنا المسار اللي هو فوق ده وينزل هنا ويكمل كده، ده رقم واحد. عندنا المسار ده كله، وعندنا المسار اللي هو ينزل كده ويطلع كده ويكمل كده. فلما نيجي نحسب اول مسار اللي هو نص زائد واحد زائد 1.4 من 10 زائد 1.2 من 10 زائد 4 من 10 زائد 1.4 من 10 زائد نص، يدينا 6.4. فأول مسار اداني 6 دقايق، 6 ساعات و4 دقايق، أو 6 ساعات و4 من 10. أما المسار التاني فهو هيبقى نص وبعدين واحد وبعدين 1.5 وبعدين 4 من 10 وبعدين 1.4 من 10 وبعدين نص، فهو اداني 5.3 من 10. أما المسار التالت فهو يبقى نص وواحد وتمانية من عشرة وواحد وأربعة من عشرة وواحد وأربعة من عشرة ونص، فده في الآخر اداني 5.6 من 10. فالمسار أقل مسار فيهم هو أخطر مسار. ليه أخطر مسار؟ لأنه أي تأخير فيه هيديني مدة زمنية أكبر من العادي. فعشان كده بيقول لي إنه المدة الزمنية الخطيرة أو المسار اللي أنا فيه خطورة عليه كل الأكتيفيتيز أو كل الأنشطة اللي واقعة على المسار ده، لأنه اللي فوق 6.4 واللي تحت 5.6، فمفيش مشكلة إن هما يتأخروا شوية مش هيحصل حاجة. أما دول لو أي حاجة منهم اتأخرت فهتأخر لي المشروع كله. فعلشان كده ده هو أخطر مسار، أو هو ده اللي بيحسب لي اللي أقدر أحسب منه أقل مشروع، أقل مدة زمنية لتنفيذ المشروع. لما أجي أتكلم على الجزئية اللي بعد كده وهي الـ Project Risk Management، والـ Project Risk Management ده اللي فيها إدارة للمخاطر بتاعة المشروع زي ما اتكلمنا، ودي بتاخد في اعتبارها أي نوع من أنواع الأحداث الغير متوقعة، زي مثلا فيضان، نوع من أنواع الكوارث الطبيعية، حاجة حاصلة زي موضوع جائحة الكورونا، حاجات كتير ما كانتش محطوطة في الحسبان وبيبقى ليها تأثير سلبي أو إيجابي على المشروع. ليه طيب لو إيجابي أنا محتاج أحطها معايا في المشروع؟ لأنه ده هيبقى ليه إمباكت، هيبقى ليه تأثير على المشروع. قد يكون التأثير إيجابي ولكن الستيك هولدرز ما يبقوش موافقين عليه او ما يكونوش مبسوطين منه، زي مثلا ان انا اخلص المشروع بدري ويبقى المالك بتاع المشروع مش عايز يخلصه بدري لانه غير مستعد مثلا لان هو يشتغل في ادارة هذا المشروع، او ما عندوش حد يدير هذا المشروع. فيجب ان انا افهم يعني ايه ريسك امباكت، والريسك امباكت ده او التأثير بتاع الحاجات اللي عندي ده على المخاطر عامل ازاي. فلو انا عندي تهديد او عندي الريسك فاكتور بعدين اثر لي على السكوب بتاعي،
فده في الاخر ممكن يطلع لي نوع من انواع الجوده الرديئه. لو عندي ريسك واثر لي على الوقت المده الزمنيه بتاعتي، ده هياثر لي على توصيل المشروع او تسليمه. لو عندي فرات او عندي نوع من انواع المخاطر واثرت على التكلفه، فده هيزود لي الميزانيه، هيزود لي الفلوس اللي انا حاططها للمشروع ده. فيجب ان انا ابقى فاهم انه في ثريتس او في نوع من انواع التهديدات، وانواع التهديدات دي كتير جدا، ممكن تاثر لي على جوده المشروع، تاثر لي على المده الزمنيه للمشروع، وتاثر لي على الفلوس اللي انا حاططها للمشروع. بالاضافه الى كده، فاحنا عندنا كمان في هيلث اند سيفتي ايشوز او هيلث اند سيفتي ثريتس، حاجات الخاصه او يعني مخاطر خاصه بالسلامه والصحه، ودي ممكن تأثر برضو على الناس اللي موجودين في المكان، أو تأثر على البيئة بشكل عام، ودي يجب إن أنا أحطها برضو في اعتباري. لما أجي أعمل مانجمنت وأجي أبص على إزاي هعمل إدارة لهذه المخاطر، ففي الأول خالص لازم أحدد المخاطر دي، إن أنا عشان كده لازم أعمل ايدنتيفيكيشن للريسكس، لازم أحدد إيه المخاطر بتاعتي. وبعدين لازم أشوف إيه احتمالية حدوث هذه المخاطر، وإيه تأثير المخاطر دي لو حصل. فمش معقول إن أنا أقول والله إن أنا عندي احتمال حدوث فيضان في مكان مثلا الجو حار فيه أو الدنيا صيف، فاحتمال حدوثه يمكن هيكون 1% 2%، بعكس ما يكون الإنشاء بيتم على مدينة ساحلية وقت الشتاء. فمعنى كده إنه احتمال حدوث مخاطر خاصة بالعواصف أو خاصة بالجو هيكون كبير جدا. طيب بالنسبة للتأثير، فالتأثير بتاع مخاطر زي اللي هو العواصف دي مش هيكون زي خالص تأثير زي بتاع الزلزال. ممكن الزلزال مثلا يبقى ليه تأثير أقل بكتير في وقت الإنشاء عن مثلا العواصف. فيجب إن أنا أشوف تأثير الحاجة، يعني أجمع ما بين احتمالية حدوثها وتأثيرها عليا. بعد كده ببتدي أروح أعمل لهم نوع من أنواع الـ يعني الـ ان انا اروح مرتبهم بناء على اهميتهم. فوالله عندي مثلا طلع انه في من اهم المخاطر المخاطر الجويه، او المخاطر اللي هي مرتبطه بالجو. بعدين اخر حاجه خالص المخاطر اللي مثلا منقلبه بالمشاكل السياسيه، او مثلا لو عندي مشكله في الدوله اللي انا عامل فيها المشروع، فدي اقل حاجه لان احتمال حدوثها قليل واحتمال انها تاثر عليا بسيط. بعد كده ببتدي اشوف الريسك بقى مانجمنت ابروتش اللي انا هبتدي اعمله. هل والله اوقف شغل؟ هل مثلا والله احسن من الشغل ده واسرعه بسرعه مثلا في الاوقات اللي هي الجو فيها كويس عشان اتفادى لما يحصل كده اخر مشروع؟ ولا هل مثلا اوقف مشروع خالص وبعدين ابقى اعوض ده في الاخر خالص عن طريق ان انا مثلا محمل المالك شوية مثلا فلوس زيادة نتيجة المخاطر دي؟ وبعدين في الآخر أحط بقى وقت، يعني وقت ما بقى عايز أنفذ الخطة بتاعة الريسك مانجمنت دي، أحط آليات تنفيذها، وبرضو أحط آليات إزاي إن أنا أراقبها وإن أنا أراجع عليها، سواء أنا نفذتها أو ما نفذتهاش. يجب يبقى عندي حاجة أرجع ليها وقت ما أبقى بنفذها عشان أتأكد إن أنا نفذتها مظبوط. وفي نفس الوقت لو في حاجة مش بتؤتي ثمارها، يجب ان انا اعيد يعني التفكير فيها، او ان انا اشوف والله معنى كده انها مش مظبوطة، فانا كنت عاملها غلط فحاول احسنها. فهم دول الخطوات بتاعت او العملية بتاعت الريسك مانجمنت بتتم كده. لازم بس اراعي وانا بعمل كده ان انا احط كل الحاجات بتاعت المشروع، او كل العناصر بتاعت المشروع وانا بعمل الريسك مانجمنت. ولازم ده في الاخر يترجم لحاجه، وانا بعمل ريسك مانجمنت يتحط حاجه اسمها contingencies او خطط بديله او الاحتياطي، ويجب ان الاحتياطي ده يكون في صوره جدول زمني او يكون في صوره تكلفه. فانا اجي اقول والله المخاطر دي هتكون بالرقم الفلاني، فانا هضطر ان انا ازود المشروع 10%. لما اجي اتكلم مع المالك اقول له ان احنا هنحط 10% زياده نتيجه وجود مخاطر احتمال تحصل. والله حصلت المخاطر هندفعهم، ما حصلتش المخاطر حضرتك هتاخد ال 10% دول ومش هندفعهم. بس يجب ان احنا نحط contingencies، حاجه كده احتياطيه، مبلغ على جنب علشان لو حصل مخاطر.
او في نفس الوقت نحط جدول زمني او مده زمنيه زياده، نقول والله احنا هنحط مثلا 10 ايام زياده، وما ينفعش ان انت تسالني عنهم لو حصل مخاطر، عشان دول الاحتياطي بتاع المخاطر. الجدول الزمني عاده لو المقاول لم يلتزم بيه، بيتم عمل نوع من انواع الكليمز او المطالبه، انه المالك يقول له والله انت اخرت عليا المشروع، فانا عايز الفلوس دي، او انت مش هتاخد الفلوس دي، او هيتم خصم الفلوس دي من مستخلصاتك او من مستحقاتك. فيجب ان انا احط في اعتباري انه ده نوع من انواع الحمايه للمالك او لايا كان الشخص انت حضرتك بروجكت مانجر ليه او مدير مشروع ليه، لانه بيحمي نفسه من المخاطر دي. فانا لازم احط ان انا في اعتباري المخاطر اللي لما انا احددها احط في اعتباري الكونتينجنسيز او الخطط البديله. كمان يجب ان انا وانا بعمل المخاطر، ما ينفعش ان انا اقول والله انا عندي 1000 مصدر تهديد في هذا المشروع، فانا هحط لهم خطه كبيره. ده كتير جدا، ما ينفعش انا اعمل كده. انا ممكن ال1000 دول اروح مجمعهم في 5 مثلا او 6، ويبقى كل واحده منهم شبه بعض. يعني مثلا العواصف زي الاعاصير، زي العاصفه الترابيه، زي العاصفه الرمليه، زي فدول كلهم يبقوا تحت التهديدات المناخيه. يبقى عندي مثلا نوع من انواع عدم الاستقرار في البلد، تغيير سعر العمله، تغيير مثلا المالك، تغيير بيع الشركه، فدي تبقى حاجات مثلا خاصه بالمؤسسه او خاصه بالجهه اللي انا بتعامل معاها. فيكون بس نوع من انواع التجميع للمخاطر، لانه انا لو تعاملت على كل واحده على حده، ده مجهود كبير جدا، وفي الاخر ممكن ابقى ما بعملش الحاجات بشكل مظبوط، وما تبقاش يعني ما تبقاش مظبوطه قوي. فيجب برضو ان احنا نقف هنا وقفه، انه مش كل حاجه كانت فيها تفصيله كبيره او فيها قدر كبير من التفصيل، ده معناه ان هو حاجه حلوه. لا، بالعكس، ممكن يبقى التفصيل ده يجيب نتيجه عكسيه، انه يجيب لي حاجات مش مظبوطه او حاجات ما ينفعش اعممها او يتم استخدامها، وتبقى واضطر ان انا كل ما يحصل حاجه اعمل لها خطه خاصه بيها. لما نيجي لاخر جزئيه، وهي بروجكت مونيتورنج اند كنترول. فالبروجكت مونيتورنج اند كنترول ده زي ما اتكلمنا في الاول، هو نوع من انواع المراقبه والتحكم في المشروع. فانا والله ابتديت اعمل المشروع وابتديت انفذه، ولكن يجب يبقى في عندي اليات للتحكم في هذا المشروع، اتاكد ان المشروع ده ماشي كما هو يعني مظبوط. فعلشان كده من وقت للتاني المالك بيتم يعني اخذ نوع من انواع الموافقات منه، او الابروفلز من المالك ده، علشان المقاول يتاكد انه ماشي على السكه المظبوطه. فعلشان كده يجب ان انا من وقت للتاني اتاكد من كل الحاجات اللي انا عاملها في الاول خالص، زي مثلا انه بشكل دوري ابتدي اراجع الجدول الزمني، واشوف هل الجدول الزمني مظبوط، هل الجدول الزمني حصل تغيرات، والجدول الزمني لما حصل فيه تغيرات ده تاثيرها ازاي على الاعمال، كام في المية من الأعمال خلص، والمفروض إن الجدول الزمني كان بيقول إن دلوقتي كام في المية يخلص، استخدام الناس، هل والله أنا استخدمت كل الريسورسز اللي أنا قلت عليهم في الأول، ولا عدد الريسورسز أقل، هل الورك بريك داون ستراكشر مفيد، هل هو تم الالتزام بيه، وحتى في الأعمال تم استخدامه، واللي خلصان دلوقتي يتوافق مع الورك باكجز اللي موجودة في الورك بريك داون ستراكشر. بعدين البروجرس ميتنجز، يجب ان انا اعمل كل اسبوع مثلا نوع من انواع الاجتماعات مع الفريق العمل، اتاكد واشوف المشاكل اللي عندهم، واشوف هل هم ماشيين على السكاديول ولا ابتدى يتغير، هل انا ابتديت احيد عنه، هل في تغييرات وفي مشاكل حاصله فخلتني متاخر عن البيز لاين او عن البروجكت سكاديول الاساسي. بعدين من وقت للتاني لازم اطلع بروجرس ريبورت، او اطلع جدول، اطلع تقرير شبه يعني نصف شهري، تقرير اسبوعي يقول لي الاعمال اللي خلصت والاعمال اللي فاضله، المشاكل اللي حصلت، المشاكل اللي متوقع حدوثها، الحلول المقترحه، الحلول اللي اتحلت بيها المشاكل اللي فاتت، واشوف في الاخر خالص هل في اي مشاكل او اي مخاطر حصلت نتيجه الحاجات اللي خارجه عن ارادتي، او انا مش ما كنتش حاططها في الاعتبار، وكيف تم التعامل معاها. ففي الاخر هي كانها نوع من انواع المراجعه للنفس قبل ما تكون مراجعه على الغير، هل المشروع ماشي زي ما انا كنت مخططه ولا لا. عشان كده انا بعمل نوع من انواع عشان كده انا في الاول خالص استخدمت الورك باكجز،
واستخدمت الورك بريك داون ستراكشر علشان يبقى سهل عليا ان انا اعمل نوع من انواع المتابعه ونوع من انواع المراجعه على نفسي. طيب لما اجي ابص على الكنترول اكتيفيتيز، يعني اللي فات ده كان المراجعه او كان المراقبه، لما اجي ابص على الكنترول اكتيفيتيز او التحكم، ايه اللي هيحصل لو انا بقى لقيت ان المشروع ابتدى يخرج عن السيطره؟ فابتدي اغير، مثلا لو انا عندي كان مهندس سين مثلا على الورك باكج صاد، هبتدي اغير، لا هقول والله المهندس عين هو اللي يبقى على الورك باكج صاد، لانه والله مثلا الورك باكج دي مش شغاله قوي، او اغير الورك باكج اصلا، اقول والله الورك بريك داون ستراكشر ده كبير قوي، لا انا ممكن اغيره لايه، لورك باكجز ثانيه. بعدين ابتدي اغير الاوثرايزيشن، بدل مثلا ما السلطات او الموافقات بتتم عن طريق 4 طبقات، لا طب انا هخليها بتتم عن طريق 3 طبقات بس، بحيث ان انا هختصر الوقت او هحسن السرعه شويه من العمليه. وبعدين ابتدي احدد البادجت بتاعه الورك بريك داون ستراكشر قد ايه المفروض اطلعه بناء على ايه. يعني مثلا لو انا عندي حاطط ان انا في الاول خالص ان كل ما يتم 100% من الورك باكج دي انا هصرف الفلوس، فلا طب ساعتها ابتدي اغير بقى شويه واقول لا انا كل ما اخلص 20% مثلا هصرف الفلوس بتاعه الورك باكج، او هطلب يعني بمستخلص للورك باكج. وبعدين اتاكد برضو انه الريبورتس اللي بتطلع فيها التغييرات، الريبورتس اللي بتطلع او التقارير اللي بتطلع عندي باين فيها التغييرات اللي بتحصل، وده هي اسمها كوركتيف اكشن ريبورتس. الكوركتيف اكشن ريبورتس دي والله مثلا لو انا عندي الورك باكج دي انا هغيرها، فساعتها ده هيبقى كوركتيف اكشن ريبورت، فلازم اقول والله في ريبورت هيطلع بان انا غيرت الورك باكج اللي كانت محطوطه في الاول في الورك بريك داون ستراكشر الاولاني، دلوقتي هغيرها فهتبقى من كانت من كذا هتبقى كذا، والورك بريك داون ستراكشر الجديد هيكون كذا، ومتوقع انه ده يغير او يتوقع انه ده في المستقبل يحسن من البروجرس بتاعي او من التقدم في العمل بالرقم الفلاني. فيجب ان انا ابقى فاهم انه الكنترول ده كله بيتعمل علشان يحسن لي شويه في المستقبل واتاكد انه انا ماشي مظبوط. طيب لما نيجي نبص على المسائل اللي من النوعيه دي، ودي يعني يمكن من اسهل المسائل اللي موجوده في علم اداره المشروعات، فاحنا عندنا في 3 ارقام بيحددوني المشروع ده فين من الـ من الـ من البلان بتاعي. احنا عندنا حاجه اسمها بي في، وده البلان وورك، ده الشكل بتاع المشروع، والشكل بتاع المشروع ده بيكون عباره عن الوقت مع المده مع الفلوس مع التكلفه. فاحنا عندنا الخط الاسود ده هيكون عباره عن البلان وورك او البلان فاليو، والبلان فاليو ده هو عباره عن الرقم اللي انا بحدده في الاول خالص وعلى على مدار عمر المشروع. بعدين عندي حاجه اسمها actual cost اللي هو بالخط الاحمر الداش ده، وعاده ده بيكون تكلفه المشروع اللي اتعملت لحد دلوقتي. يعني مثلا الاعمال اللي اتعملت دلوقتي 50% والتكلفه بتاعتها مليون. وبعدين بيبقى عندي الخط الازرق ده اللي هو اي في او الايرد فاليو، وده حقيقي كميه الشغل اللي اتعملت دلوقتي. يعني بمعنى اخر عشان نفهم برضو الفرق ما بين الاي سي والاي في، ان انا ممكن اكون دفعت دلوقتي مليون ولكن حجم الاعمال 900,000، وهو كان المفروض يبقى حجم الاعمال مليون، فمعنى كده ان انا متاخر عن المشروع. ليه؟ لان انا دافع اكتر وما وصلتش للي انا المفروض اوصله، فهو كاني بعبر عن المده الزمنيه بالفلوس بتاعه اللي انا صرفتها لحد دلوقتي. فعشان كده عندنا مجموعه قوانين، والقوانين دي مش محتاجه تتحفظ خالص، هي سهله الفهم. يعني عندنا الايرند فاليو دي اللي احنا قلناها، الاكشوال ورك اكومبلished يعني، او الوقت اللي احنا عملناه، الفلوس اللي احنا استخدمناها لحد دلوقتي من الحقيقه من البلاند ورك بتاعي. عندنا الكوست فارينس، وعندنا الاسكاديول فارينس. فالكوست فارينس هو الاي في ناقص الاي سي، لما انا اشوف الاي في الاكشوال ورك والمفروض الورك اللي اتعمل حقيقي دلوقتي، فهو ده هيحدد لي الفرق بتاع الفلوس. اما الاسكاديول فارينس فهو هيبقى الاي في ناقص البي في، والبي في اللي هي البلاند ورك، وده منطقي برضو ان انا هشوف الاكشوال ورك اكومبلished
واطرحه من المده من الفلوس اللي انا كنت متوقعها في الوقت ده، فيطلع لي سكاديول فارينس. السكاديول فارينس والكوز فارينس ده هو اللي بيحدد لي انا قد ايه متاخر او سابق الجدول الزمني، وقد ايه متاخر وسابق البادجت بتاعتي. هل انا بصرف فلوس اكتر من البادجت اللي انا حاططها ولا اقل؟ اما الكوست بيرفورمانس اندكس فهو بدل ما انا مطروحهم بيبقى مقسومهم، والاس بي اي اللي هو السكاديول بيرفورمانس اندكس بيبقى الاثنين مقسومين على بعض. اما الاستيميت ات كومبليشن فهيبقى البي اي سي او اللي هي البادجت ات كومبليشن على السي بي اي، والاستيميتد تايم تو كومبليت هيبقى الاوريجينال تايم استيميت على الاس بي اي. دول الاثنين دول بيبقوا حاجتين علشان اعرف والله التكلفه بتاعتي في اخر المشروع هتبقى عامله ازاي بناء على الوضع الحالي دلوقتي. طيب تعال نبص على حاجه زي كده بمثال. فهو بيقول انه compute estimate at completion، بيقول لك حدد لي الفلوس في الاخر خالص هتكون عامله ازاي، والفاريانس at completion بناء على الارقام اللي جايه دلوقتي. فبيقول لك ان البادجت ات كومبليشن هتبقى 22,000 دولار، وانت عندك ان الايرند فاليو 13,000 والبلاند فاليو 14,000 والاكشوال كوست 15,000. طيب في الاول خالص انا عندي ان الاي اي سي هي عباره عن البادجت ات كومبليشن على السي بي اي، وانا عارف ان السي بي اي هي عباره عن ايه. السي بي اي هي عباره عن الايرند فاليو على الاي سي. فانا لو قسمت ال 13,000 على ال 15,000 هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي السي بي اي. وانا عارف انه البادجت ات الاي اي سي هي عباره عن البي اي سي، يعني 22,000 على الناتج بتاع اللي طلع لي بتاع السي بي اي اللي هو اي في على الاي سي. طيب لو عايز اعملها بطريقه تانية وهي ان انا اشوف اللي هو عامله هنا، فهو جمع الاي سي الاكشوال كوست عند الوقت ده زائد البي اي سي ناقص الاي في الايرند فاليو بتاعته والبادجت ات كومبليشن، وهو ده الوقت الفلوس اللي فاضله هنا تمام على السي بي اي في الاس بي اي. ليه عمل كده؟ عشان يحاول يتوقع الفلوس الشكل بتاعها الدفع بتاعه هيبقى عامل ازاي في كل الوقت ده بعد الايرند فاليو. لما نيجي نبص على الاس بي اي، فالاس بي اي هي عباره عن اي في على البي في، قانون واضح تطبيق على طول مباشر، فيكون 13 على 15.87، فمعنى ان هو اقل من واحد، معنى كده انه البروجكت از اوفر بادجت، يعني انا دافع فلوس اكتر من ان هو واحد، معنى كده انه البروجكت از بيهايند سكيدول، البروجكت متاخر، المشروع اقل من الواحد. لو كانت ال 93% دي كانت واحد واحد من عشره، فمعنى كده ان المشروع متقدم او ماشي بشكل اسرع. اما الكوست بيرفورمانس اندكس فهو لو الاي في على الاي سي تطبيق مباشر للقانون فهيكون 0.87 اللي هو اقل من الواحد، فمعنى كده انه المشروع فوق البادجت بتاعتي او فوق التكلفه بتاعتي، فمعنى كده انا محتاج اقتصد شويه في الفلوس علشان اضمن انه انا ما بقاش اوفر بادجت في الاخر. ففي الاخر خالص ان الاي اي سي هي عباره عن التعوض بقى في القانون ده، ففي الاخر طلع له 26,123. وفي الاخر خالص عايز يعرف الفارينس ات كومبليشن، فهيبقى عباره عن ال 22,000 ناقص ال 26,000 فيطلع له 4,123. فمعنى كده انه المشروع في الاخر خالص هيكون صرفت زياده عن المتوقع ب 4,123. بعيدا عن الحسابات كلها بتاعه اللي موجوده قدامكم دي، احنا الهدف من كل اللي حاصل ده او من كل الارقام والمعادلات دي ان احنا نعرف عند النقطه اللي احنا واقفين فيها دي ما تم صرفه وما كان المفروض يتم صرفه، وده هيأثر ازاي على نهايه المشروع. حضرتك عايز تعملها بدماغك من غير القوانين دي وعارف توصل لنفس النتيجه مفيش مشكله، ولكن القوانين دي هتسهل عليك، فيعني ضروري ان احنا نبقى فاهمينها مش حافظينها، لانه الموضوع مش محتاج حفظ قوي بالذات لو هم كلهم على بعض ثلاث اربع قوانين. ففي الاخر لما نيجي نلخص الجزء اللي فات بتاع المراقبه والتحكم في المشروع، فاحنا لازم
من الاخر بنتاكد انه اللي احنا عاملينه متوافق مع اللي حاصل، ولو في تغيير بيحصل واحنا مش حاطين في الاعتبار من الاول يجب ان احنا نغير ده ونبتدي نحسن شوية من البلان اللي احنا حاطينها في الاول علشان يبقى اسمنا مش المشروع ما بيخرجش بره السيطرة. بمعنى ان انا لقيت انه الفلوس ابتدت تبقى اكتر من التكلفة بتاعة المشروع اكتر من الفلوس اللي انا حاططها، فيجب ان انا ابتدي اغير الشكل بتاع الصرف بتاعي او ابتدي اشوف حلول بديلة علشان اقلل من الصرف بتاعي بحيث ان انا ما اطلعش بره البادجت بتاعتي. ونفس الكلام الجدول الزمني، والله لقيت الجدول الزمني عمال يزيد وفي حاجات بتتغير انا ما كنتش حاططها في اعتباري، فيجب ان انا اشوف ايه الاجراءات اللي انا المفروض اخدها علشان احسن شوية وما اطلعش بره الجدول الزمني بتاعي. بشكركم واشوفكم ان شاء الله المحاضرة الجاية.